طيب خلي نرجع إذا للموقع العربي، يلا ويانا نستمر بالله بالمناقشة، الأمر مهم جدا حقيقة. يقول هنا هذا الموقع العربي الآن، أوكي، اسم الموقع المطلع تمام دوت كوم: التأكيد على قيام قوات البيشمركة بخيانة المواطنين العراقيين. ثبت أيضا بعد صدور تقرير عن الاتحاد الآشوري في أوروبا بعنوان محو الآشوريين، أكدت خلاله المنظمة قيام قوات البيشمركة وبالتزامن مع دخول داعش ومصادرة أسلحة اليزيديين بعمليات تفتيش مماثلة في سهل نينوى، استهدفت القرى المسيحية، فرايحين البيشمركة حتى على القرى المسيحية. تتفق مع هذا تقريبا؟ أو أنت قلت لي أنه هذا أيضا حدث مو من يعني أعتقد هو نفس النهج المتبع في هذه ايه المناطق. نعم. آه. طيب وفي إطار الكشف عن حقيقة ما جرى من جريمة إبادة بحق اليزيديين وتورط برزاني وقواته بوقوعها، أكدت الصحيفة حصولها على معلومات مؤكدة حول الأسباب التي دعت القوات الكردية إلى خيانة المواطنين العراقيين تحت حمايتها، موضحة أن برزاني اتفق مع تنظيم داعش الإرهابي على صفقة تضمن له إعلان انفصال إقليم كردستان العراق والسيطرة على كركوك بعد أن يتحقق للتنظيم ما أراده في العراق. فهو هذا اللقاء بتاع عمان، شوفوا الخيانة بدأت في عمان، وهنا برزاني يجهز داعش بالأسلحة. خلال الفترة الماضية وبحسب الصحيفة، ظهرت مزاعم عديدة حول تورط مسعود برزاني بصفقة مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي قادت إلى الخيانة التي ارتكبتها قواته في سنجار، حيث أكدت الصحيفة أنها تحدثت مع عدد من المسؤولين والمطلعين على الشأن السياسي، أعتقد هو هذا الشؤون السياسي، ويقصد الشأن السياسي في داخل العراق، أكدوا لها وقوع الصفقة المشبوهة. هنا أنا هذا أريد أناقشك فيه. أنا وجدت هاي الصفحة، شوف هنا يقول: هذه الادعاءات أكدها القيادي في حزب العمال الكردستاني كامل بيك، الذي هل هو هذا رئيس البككة هذا الجديد ولا مين هذا؟ قصدك منو هذا الجميل بايق؟ هو إيه؟ يسمونه الجميل بايق، هو بس كاتبه غلط. آه، هسه راح جميل نعرض الـ يعني هاي الجريدة التركية، بس هي فيها باللغة الإنجليزية. نعم، إي و القيادي كبير في العمال الكردستاني. آه، نعم فهو صرح لي هاي الجريدة، جريدة The Cradle الأمريكية، وصرح إلى الجريدة التركية اسمها حريات ديلي نيوز، ها هنا، ان حزب العمال على علم بقيام برزاني بارسال موفد عنه الى عمان، حيث التقى عددا من السياسيين السنه، اشار الى ارتباطهم بمحافظ النجف الاسبق اثيل النجفي وقيادين بتنظيم داعش الارهابي، كاشفا الان. يقول هنا، يسي هنا وضعها هي يعني بهذه يعني كلامه: برزاني أرسل عضو حزبه آزاد برواري إلى عمان، حيث التقى بالشخصيات المذكورة وخطط للتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي لنزع سلاح سكان المناطق. عجيبة هذه، هل تعتقد هذا صح باعتقادك أنت؟ نعم، يعني ظهرت وثائق أي تثبت هذا الشيء. نعم يعني صار لقاء إذا. أي صار، نعم قبل داعش ما تحتل المناطق. وينظمون الخطة، أي يعني صح، شلون إنه يعني على أساس يطمئنون
اليزيديين ويأخذون منهم السلاح وكل شيء على أساس أوكي كلها يعني، حتى الأسلحة وكذا يعطوها للدواعش. ها نعم صحيح. وحتى مسألة على أساس يقسموها مثلا بالبدايات اي الاتفاق على أساس ما يقربون على أقليم، أقليم يظل بوحدة يعني حسب ما ذكروا، يعني على أساس بهذا الاتفاق أنه اي الأقليم يبقى بوحد، وهسه أنت هم ذكرت، والمناطق الأخرى يأخذوها للسجن يعني. أنا أعتقد هي مو هاي الفكرة، يعني أريد فقط أوضح، هي المسألة يعني هذا بالإعلام تمام، أقصد أنه بارزان يريد كردستان ويتفق مع داعش، ها وداعش يعطيهم حصة غير هيك، وبعدين يعني يصير ممكن اتفاق والتنظيم والترتيبات بينهم، ايه بين مفروضة الشيعة هاي وداعش والأكراد خلينا نقول. بس هو هناك أعلى، هذا الفكر هو تقسيم العراق إلى قوميات وإلى أديان، وظل المنطقة بصراع إلى أن انتبهوا، إلى أن يجيبون الأوناناكي. هاي كل الخطة حقيقة، يعني اللاعب هو الأوناناكي من وراء الستار. وهاي شلون يسووها؟ شلون يسووها؟ يجيبون دول الموظفين، بارزاني المالكي الطلباني، وهذا يقولوا له انت لك كردستان، وهذا لك ها انت المقطع السني وذاك المقطع الشيعي حقيقة، ويضخون لهم مبالغ، وبعدين فيديوهات كلها فيك، ويجيبون الدين ويجيبون الاعلام ويقسمون هذا ضد هذا بالاعلام هذا. بس هي الخطة اعمق، ذولا موظفين ما بيديهم شيء. الخطة من الأوناناكي، كل هالتقسيمات مو هاي، شوف هاي التقسيمات هي هاي أول مرة ولا عشر مرة، هاي جارة ها قبل الفاتيكان أصلا، التقسيمات وسووا المسيحية والفاتيكان وإجوا بعدين على العثمانية وخلصت قصة العثمانية وجابوا هتلر، وبعدين جابوا طالبان ووصلوا لداعش، كلها فيك فيك، لازم الناس تعرف. يعني هاي القصة مال انه ايه بارزان يريد يعني حصة وحقوق الأكراد، والسنة يريدون حقوقهم، والشيعة هذا البسيط الأعلى يريدون يجيبون الأوناناكي يحكم الأرض، هي هاي المركز، وهاي فشلت. فشلت، احنا وضحنا ليش فشلت، تدخل الكائنات الكونية حقيقة، وأمور كثيرة يعني حدثت أصلا خلال ممكن هاي ال10 سنوات، لأن هم كانوا يريدون يكملوها مع كورونا. ومع كورونا أنا قلت يعني بلقاءات سابقة، هو كان هذا مخطط مع كورونا أعلى 100 مرة من هذا داعش، هذا فشل مع كورونا وانقلبت. هسه الدولة العميقة تعيش انقسامات، والدراكونيين شردوا من الأرض حقيقة، الأوناناكي موقفهم ضعيف، والآن صعود بالوعي الكوني بالحضارة البشرية، بس لازم الإنسان يعرف إيش جاي يصير، ولازم كل واحد يسمعني من العراقيين، وحتى يعني احنا اصلا غلط نقول عراقيين ومو عراقيين، كل انسان يسمعني، اترك هاي القوميه وانت كردي وهذا يزيدي وهذا شيعي وهاي سني، هاي كلها فبركه، انت انسان كوني بهالمعنى، تعيش المحبه لكل الناس، وكل الناس هم اخواننا واخواتنا. خلي ارجع بس بالله خلي ارجع لهذا دقيقه بالله من فضلكم لو تسمحون لي، هذه وجدتها أنا، شوفوا الصحيفة التركية باللغة الإنجليزية، بس ما أعرف هي كانوا ما توضح هاي التفاصيل، بس هي تقول إنه يعني كلام القيادي هذا، فهسه راح نقرأ وياكم من هاي
الجريدة، تمام؟ التركية. دقيقة، خلينا نسوي شير، طوني مجال بالله، لأن الموضوع مهم شباب، حقيقة في غاية غاية الأهمية. بالله أن تكون ويانا. نعم أستاذ. هذه حوريات، حوريات ديلي نيوز بس باللغة الإنجليزية، وهو هذا القائد مو بالبككة، خلينا نقرأ بالله. وهنا بالمقالة اللي أنا وجدتها يقول إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما قاله هذا الشخص، تمام؟ يعني إنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول على أساس إنه هناك اتفاقات ما بين بارزاني وداعش، فهو يرفضها. هذا الناطق ممكن بلسان، تمام؟ الحزب الكردستاني الديمقراطي وياي هنا، نعم أنا سامي. The Kurdistan Democratic Party in Iraq has dismissed claims that its leader مسعود بارزاني is planning to take control of Mosul with the help of the Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL and Sunni Arabs. زين، هنا هو اعتقد هذه، بس خلينا نكبرها. فهي الفكرة، هذا من البككة على أساس هو هذا أزاد، ها برواري اللي هو هذا مندوب الحزب الكردستاني وياي أنت، مو اللي عينه مسعود بارزاني أنه باجتماعات عمان، مو نعم على أساس يعني يتفق مع داعش حتى يأخذون الموصل، تمام؟ نعم هذا هاي بالصحيفة التركية اللي قالها أحد قادات البككة، تمام؟ وياي هسه أنت؟ واللي هذه الادعاءات رفضتها جماعات برزاني، تمام؟ نعم وهو هذا القائد الكبير بالبككة، ايش اسمه هو هذا؟ جمال بيك، مو؟ جميل بايق ها بايق اي has become a part of the intelligence organization's plans against، هو ضد مسعود بارزاني، مو؟ هل ما يزال يعني باعتقادك؟ اي هما يعني هما هذول كشفوا بسام، اي هذا الاتفاقية اللي صارت هو البككة هم كاشفيها باعتقادك انت، اي يعني هم يعني هما اي شلون هم تذكر الجريدة يعني اي هذا المقال اي مو المقال يقول انهم هم يقولون هذا الادعاء غير صحيح اي هم يذكرون ان ادعاء جميل بايق او الحزب العمال انه اننا شاركنا في هذا الاجتماع كذا كذا غير صحيح ف يعني اكيد يعني اذا كل انسان هسه اذا داعش ام راح تقول احنا ما سوينا شيء ايه مثلا داعش اذا تسال ايه ايه داعشي ايه راح وياك، يقول ايه ما سويت شيء اذا تجوع تروح على القائد العسكري قال ليش سحبت من سنجار؟ ايه يقول مو بإيدي مو أنا اللي سحبت ايه كل وكيفي واحد يبرئ نفسه ويقول لك مو انا السبب، إيه صح؟ ما ايه الكل مشترك وكل يحاول يلوم الآخر أو ايه يرميها على الطرف الآخر حتى يعني اي وياك وياك اي نعم
زين، هو وبهالاحداث البكاكا هو دخل ممكن بالصراع مو؟ واعتقد انت وضحت لي انه نعم البكاكا الان ماخذين جبل سنجار، لا هو ولا شلون هسه؟ 2014، اي لا هو 2014 ايش سووا؟ دخلوا لأن سوريا قريبة علينا، الأكراد السوريين، اي فمن هنا أكو وحدات موجودة هنا، الصوت الصوت وحسب بالله التعابير صوتك لو تسمح لي تسمعني بالله يا ألو، عزيز انت. اي صوت ويا أحد. اي واضح هسه. اي بالله، بس لو تكرر من فضلك. نعم، ف 2014 من صارت الإبادة وانسحبت القوات، اي أكو أكراد سوريين قريبين علينا من صحيح، سوريا، يعني على الحدود، وذول انت قلت فعندهم بلقاء وحدات سابق عسكرية. قاموا أي بدعم اليزيديين حقيقة، صحيح؟ أي فتحوا ممر آمن، وهم ايه بعدها تدخلت العمال الكردستاني، ويعني وسووا تحالف بعدها. نعم، فمن 2014 دخلوا بهذا العمال الكردستاني، دخلوا وبقوة يعني، ويا الوحدات الكردية بالشمال السوري. نعم، زين، أي وحدات كردية أنت تقصد يعني؟ مثلا إذا هو وحدات حماية الشعب يسموها حاليا قسد، يعني هم تشكيل قسد حاليا، شو قوات اسمه سوريا الديمقراطية. قبل يعني ب 2014 كان اسمهم وحدات حماية الشعب، الشعب، إيه ذولا هم يفك البككة، يعني، في جناح من الفكك، او ها جناح. وهم إيه ايه هم موجود، الحزب العمال الكردستاني الفكك الاصليين اللي الأصليين يجوا من ذولا. إيه الجبال. ايه يعني وذولا هم هم اللي يعني، هو هذا مثلا هم القادة اللي هم، أنت تعتقد هم اللي قالوا هذا اجتماع عمان، اي هم اللي هذا القائد، يعني اللي إيه ذكر هذا الشيء، إيه هو يعني هم اللي دزوا او ارسلوا المقاتلين، مقاتليهم الى لانقاذ اليزيديين، إيه اي بالفترة داعش. بعدها ذكرت قيادات بالحشد انه كان باتفاق معهم، ما بعرف يعني المسألة، يعني اي بعد هي تغيرت، بعد صارت اي اعلاميات وكل تغيرت. واحد يقول شكل ايه. اي نعم، ف اي الحقيقة أنهم يعني تدخلوا وساعدوا وساهموا بإنقاذ اليزيديين اللي كانوا محاصرين بالجبل، اللي هم وفتحوا ممر آمن. نعم، هو شو اسمه هذا تماما، خلينا نقول بالعربي، الحزب العمال حزب العمال الكردستاني. الكردستاني. نعم زين هسه نعم هو كشعب كردي وشعب يزيدي، خلينا نقول هم يعرفون بهالامور هسه، يعني جدا. يعرفون نعم انه البيشمركه متورط وبرزاني متورط وال ما اعرف الحكومه الشيعيه الكل يعرف. متورطه وال الاطراف السنيه المتشدده، خلي تكون هيك، ها يعرفون يعني اللعبه. ايه معروفة اللعبة، يعني اذا تسأل طفل اي عمره 7 سنوات راح يعني عايش بهذا ذاك الوقت، يعني طفل عايش يعني عمره 7 سنوات ب 2014 قصدي، اذا تسأله راح يقول لك الحقيقة ايش، هذا هكذا 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 صارت. كانوا وإذا باعوا سنجار، خلينا نقول بهالمعنى. هم موجودة فيديوهات، والناس تحكي وتسولف وتقول يعني باعوا سنجار وباعونا، والصفقات صارت علينا، يعني كل العراق تعرف، كل الناس تعرف، كل إذن لا الأكراد قوة يعرفون. داعش، وجابوا الفيديوهات ودولة إسلامية وجاد، يعني كلها فيك، مو صحيح؟ فيك. نعم صح، أتفق. يعني لو مو ذول السياسيين ومو الدولة ايه العميقة ومو هذا التخطيط، وهاي أصلاً داعش ما تقدر متر، مو؟ صح، إي يعني هم كانوا ينسحبون، يعني ما إي كان اكو قوة دافع، ماكو ما على ارض الواقع. ما انا ذكرت قرى عندنا، قرية قاوموا قرى عندنا، يعني 7 ساعات كانوا باسلحتهم الخفيفة يدافعون، وما قدروا داعش هاي بالبدايات، ما قدروا. باليوم الأول قصدك لو اي باليوم الاول، شوف. اي يعني كان ضعيفين، بس اللي هي الخيانة اللي سقطت المنطقة. نعم، يعني مو قوة داعش، الخيانة هي كانت السبب.
اي أو تآمر الجهات ضد الشعب بصورة عامة، يعني مو فقط سنجار، بقية المناطق، اي الناس المن يعني اللي ما عندهم بشي بسوالف، هم اي تورطوا قسم كبير يعني. بالمناسبة هو بهاي المقالة باللغة العربية، أنا راح أضع الرابط المقالة باللغة العربية، بس أريد أذكر شيء آخر، وبالمقالة أيضا يأخذ مصدر آخر اللي راح أعرضه أنا مباشرة، تمام؟ مصدر آخر أيضا أضع الرابط، فالمصدر الآخر من البحوث الآن الأجنبية والأمريكية، وهنا بهذا المصدر، أقصد هذا مذكور بالصحيفة العراقية والعربية نفس الشيء، فيأتون لهذه المؤسسة، مؤسسة بحثية، وهنا الكاتب أو الباحث مايكل روبن، تمام؟ هنا فيوضح هنا هاي مسألة يعني اتفاقيات الآن، تمام؟ أنه يعني الحزب الكردستاني الديمقراطي، ها، ومسألة الأسلحة لداعش، تمام، وحتى يعطيهم صواريخ، والصواريخ ماخذيها من بلغاريا، وأمريكا على أساس قالت احنا ما اعطينا الصواريخ، واكتشفوا انه الصواريخ ماخذيه من بلغاريا بهالمعنى، بس هناك تورط، يعني اقصد انه يعني داعش وبرزاني حقيقه، مساله الصواريخ مطيهم صواريخ. شوف هنا، شوفوا But was the KDP، هو هذا الحزب الكردستاني الديمقراطي اللي هو نقل هاي الصواريخ، او هي بالكورنيتس هذه تو ايسيس، يعني يوضح السلاح هو، وايضا اكتشف يعني هي صفقة السلاح، تعرفون، من بلغاريا الى كردستان، اي، واعطاه يعني اقصد هو هذا الحزب الكردي، ها، معطيها الداعش، فهذا تجدوه بهاي المقالة، هاي المقالة امامكم، ايضا نضع الرابط. مرة اخرى فقط هيك، يعني اذا ممكن اجد اسطر ممكن نقرأها، بس هاي يعني مسألة بلغاريا ماخذية من بلغاريا، تمام، الأسلحة يعني واصلة للأكراد، وبعدين اتفاقيات ما بين الحزب الكردستاني الديمقراطي وداعش بتسليمهم هاي الأسلحة من هنا، هذا أوكي. خلينا نرجع بالله للصحيفة، أريد نغطي الموضوع، أوكي، مرة أخرى، ابقوا وياي، خلينا نشوف إذا أكو أشياء أخرى، ها، يلا ويانا انت حتى نوضحها ايضا شبابنا، نرجع. فهنا اللي احنا هسه قرأنا، شوفوا هذا معهد، ها، انتربرايز الامريكي من واشنطن، حيث اشار المعهد، هاي اللي احنا هسه عرضناها، أشار المعهد إلى إعلان باحثي مايكل روبن، شوفوا، في 27 من أبريل عام 2016، هنا وجود تلك الصفقة، شوفوا، بالإضافة إلى شروط أخرى اتفق عليها ممثل برزاني مع التنظيم، ومنها مده بأسلحة متنوعة، أهمها صواريخ غورنيت الروسية، التي استخدمها التنظيم لتدمير دبابات الجيش العراقي. شوفوا، هناك فيديو
هو هذا صادم الآن، هذا راح نعرضه، نقرأ هذا. أعضاء من برلمان حكومة إقليم كردستان انضموا إلى موجة الكشف عن المعلومات وما رافقها من ادعاءات، حيث أكدوا خلال مقابلات أجريت عبر قناة NRT، راح نعرض هذا اللقاء، أن قيادات في قوات البيشمركة التابعة لبرزاني قامت بمقايضة أسلحة مع تنظيم داعش الإرهابي وتبادل معلومات استخباراتية دون تعرض أي منهم إلى المحاسبة القضائية حتى الآن. أنت شاهدت اللقاء، هل وضحوا هذا باللقاء؟ الأستاذ شاهد اللقاء بالبداية يحكي على عن أي الريفراندوم هذا اللي شو يسموه هذا الاستفتاء اللي صار أي وآثاره على الأهلية وباعتباره خطوة خاطئة و بس صوتك لو تسمح لي نعم شوية. أستاذ طيب دقيقة، خلي نعرض اللقاء أفضل، ماشي خلي أوكي نعرض اللقاء لأنه أعتقد 3 دقائق باللغة الكردية، وبعدين أنت أيضا توضح نعم الأمور. أفضل أفضل، يلا خلي نعرض تفضل اللقاء. يعني موجود هذا اللقاء، يلا نسمعه وبعدين أيضا نسمع توضيحاتك. رفراندوم نكرايا او 16 اكتوبر شروعنا ده لهمان كات اگر يچتي نشتيماني كركوچي سول نكربايا پاشكشه به هزكاني نكربايا هزكاني حشد الشعبي نهات نكركو چونك اما زانياري من هب وكا لدي اكتوبر لدواي يعني شش روش بيش اوي 16 اكتوبر روب ده هزكاني حشد الشعبي لاماده باشي دابون لو شويدا و لگفتگو دابون لگال هزکانی یچتی با بناو بجیوانی کمالک هزی اقلیمیش لناو باردوخه که بون یعنی لم حاوله بون با اوی یچتی پاشکش به هزکانی یچتی نشتیمانی بکن لکرکو که دورو بری با اوی اوان بین ناو او ناو تانا اگر یچتی تنازلی نکر بایا او ناو تانی تول نکر بایا او لو برواي دابون که هزکانی حشد شعبی نهاتنا و ناوتی و نه نتوانی مثلا بسر هزکانی پیش مرگ دا پاس بدن و بینا و تا وی تاوان برای لینک نیا و تا دولانیا اگر پارتی که پیش روایتی ریفراندومی دکرد ریفراندومی نکر بایا رنگ 16 اکتوبر روی ندا بایا و اگر یه چتیش پاشکشی نکر با به هزکانی لشازده اکتوبر هذا كان حج الشعبين أنا تواني بين كركوك وكركوك كنترول بكن ك كبلا إما رودايك ناخوش بو ورودايك بو كبو هم قالي كرسان ناخوش بو هذا كم سلام جد لسر وبزانم بيشوتريج لقال كاجاري مناقشة يوم كربو أم بابتنا بشويكي أكاديمي يعني حتى بياسايش معالجة ناكري يعني بوشي هم يشوكو خطو كداني يكتر روجو حفتيكي بي ودروابوي لانگری پارتی قصب یکیتی دلی یا نکیتی با پارتی دلی بوچی آسان ام مثلا یک لانه نکره تو لوی چه خطاباره در انجام که باشه وی کی زانستی چی بوا چه پیویست سزا بدره و سزا بدره بله لبروی لحریم کردستان جانه کر با 16 اکتبر با کوی او روداوانی که هبون بله لبروی لحریم کردستان بداخل و یاسا سرورنیا و حزب بالا دستا و حتی مؤسسه حکومت اجدابش کراوه لبینی پارتی و یچتی با درجه یک دیگه لولاینانه که بجداری حکومت یان کرد یعنی تو دبینی ل 16 اکتبر تیمی یچتی با دیا بیان نامه درکه تیمی پارتی با دیا لنا حکومت بیان نامه درکه لکه تک ده هر دو تیم که لنا حکومت اینجا اکرا ل 16 اکتبر و لجنه چی پسپور بیلاین پک بیان درابایا هوکارکان و او کسانش که هوکاری 16 اکتبر بون بو رایگشتی اشکرا بکرا بایا و سزا بدرا بانا بالا لبروی وکوتم حزب لهرمی کردستان بالا دسته و پارتی و چتی بالا دستن و او دو هزش نانه وی اساس سرور به و نانه وی راستی کن و خوی بگد به خلق یعنی اما کامل یک دوسیه ترمان هی ل 2014 و ل ل سر کاتی سر هلدانی شری داعش و حتا استا بغام زیما و نتا و تا استا لیکولین نوی جدی ل سر نکره و لوی ل روداوی مسئله چول کردنی شنگاد ل مسئله فروشتنی سکل لعنت به شکل برپرسانی هریم برپرسانی سربازی هریم با به هزکانی
داعش او كاتكه لا سر مساله بازرگانی كردني بشكل برپرسان لقال داعش بازرگانی نوت يعني اما هم دوسيانه ما نبو بلان هیچ يك لم دوسيانه يكلاي نكران ولا بروي اواني انزامدري او كارانه بون برپرسي بالايو حزبانه بون او حزبانش برگريان لكدون يعني هش مساله كتشنب كاتو راي گشتي بتواوي لدرنزامي او روداون اگ اي عزيز ويانا اي وياك وبالبدايه يذكر انه لولا الاستفتاء ما يعني ما صارت الانسحابات من كركوك يعني يسموها 16 اكتوبر هي الاحداث ايش صارت ورا الاستفتاء انسحبت القوات الكرديه من مناطق المتنازع عليها كركوك خانقين ديالى حتى سنجار وهم يذكر لولا انسحاب الاتحاد من الكركوك يعني ما كانت راح تصير سيطره للحشد الشعبي لهذه المناطق فهو يقول سبب سيطره الحشد على هذه المناطق اولا هي كانت الاستفتاء وثانيا هي سبب الثاني انسحاب الاتحاد الوطني من هذه المناطق الكردية والشيء الآخر يجي على التعاون أو بعض القادة العسكريين اللي باعوا الأسلحة إلى داعش هذه الملفات وقبلها هم يذكر أنه في الأقليم لا يسوده القانون فقط أنه يحكمه حزبين رئيسيين هو الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هذا الاتحاد الوطني هنا بسليمانية صحيح؟ سليمانية أي. فهم الشريكين الرئيسيين بالحكومة الأقليم وهم الحزبين الحاكمين في الأقليم فيقول أنهم تدار الأقليم يدار من هذه الحزب من الحزبين هو من يعني ما يسوده القانون يعني هو يذكر هكذا ويجي على مسألة داعش ويقول أكو ملفات مهمة لحد الآن الحكومة بغداد تغض النظر عن هذه الملفات ولا تثار في الرأي العام وهي ملف أولا بيع الأسلحة قادة عسكريين من أقليم كردستان باعوا الأسلحة لداعش ومسؤولين كبيرين من حكومة أقليم كردستان تاجروا مع داعش من خلال النفط يعني البترول يعني صار تجارة والملف الآخر هو ملف الانسحاب اللي صار في سنجار عام 2014 فهو يقول انه الانسحاب من بيشمركة قصدك هو انسحاب قوات البيشمركة الكردية نعم من سنجار 2014 ويقول هذه الملفات لحد الان لم تحرك الحكومة العراقية وحكومة بغداد تجاه هذه الملفات لان هؤلاء الاشخاص أشخاص منفذين في الحكومة أقليم كردستان والأحزاب تحميهم من المساءلة القانونية ومن الـ حتى يعني هم الحكومة بالحكومة موجودين فهم يحموهم الحزبين الحاكمين. إذا باعتقادك ما قالته الصحيفة العراقية صح يعني ولو 80% صح مو يعني الأثر اللي قريناه صحيحة صحيحة جدا صحيحة شاهدون اي طيب انت هسه احنا خلي نرجع هو كردستان هل هناك فعلا ديمقراطية كما يشاع ما اعرف احنا يعني بالخارج نسمع يعني كردستان بس خلي نحكيها بانصاف يعني هل هو فعلا هناك ديمقراطية ما اعرف انت شلون مثلا تقيمها الوضعيه هناك خلينا نقول بكردستان يعني المواطن يقدر يحكي مثلا بهاي الملفات العميقه يقدر يطالب بحقوقه لو ساكتين الناس خايفين شنو الوضع يعني اذا تجي على الاقليم السليمانيه تختلف عن اربيل وعندهم مثلا اذا انت مواطن تريد تعبر عن هذه
تعبر عن الملفات أو تحكي بحرية، فالحرية محدودة جدا جدا، يعني ما يخلوك تناقش بهذه المواضيع. فهم الديمقراطية فقط بالاسم أو شعار، يعني بالحقيقة ماكو، لأنه هم هذا الشخص يعني ما يحكون علنا، شلون مثلا احنا نشوف بالدول الغربية يحكون لا علنا لا وبالجرائد هسه، انت شلون لا هاي لا انت هسه قريتوها؟ مو قريتها هسه انت؟ مو قريتها كنت ويانا هاي المصادر الغربية؟ نعم. مثلا اي إذا شخص باشر، إذا شخص يحكي اي يطلع على الإعلام ويقول هذه الحقائق، راح يحاسبوه لهذا الشخص. يحاسبوا. ها إيه تعال، يعني هم يعني أبدا، لا ما الناس تخاف من قول يقولون الحقيقة صراحة، اي لأنه يعني إذا تقول مثلا حكومة بالأقليم ما عندهم رواتب، يعني معاها اكو خلافات بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية، الموظفين ما يأخذون رواتبهم، فحتى الموظفين ما يقدرون يتظاهرون في أربيل أو دهوك، يعني ما يقدرون، حتى يعني ما شخص يطالب بحقوقه ما يقدر. شوية الحرية بس إذا تجي على الاتحاد أو بالسليمانية، إذا تطلع وتناقض سياساتهم هم نفس الشيء، يعني ما اي يقبلون. بس مو هسه، مو اذا واحد يسمع مثلا يقول لك زين، مو هذا هسه اللي معروض بالكردي هسه، هذا مو يحكي بمسألة السلاح و... هم اي الجيل الجديد، هم المعارضين، مثلا اما المعارضين الحزبين، هو اي يسموهم الجيل الجديد، ورئيسها شاسوار عبد الواحد، فهم دائما تحت الضغوطات والتهديدات، حتى هكذا اي ذول نعم، تحت اللي هم التهديدات عندهم والضغوطات. الحس الإنساني وحس الحرية، لا الجيل لا الجديد. اي هم يحاولون يعني إيه. شوية تكون هناك جهة تعبر أو تطالب إيه. بحقوقها أو تكون صوت لبعض الناس المظلومة، فهم إيه. هي تحت الضغوطات، ويحاربوهم إعلاميا ويشوهوهم، يعني يقولون هذول كذا كذا مرتبطين، وما أعرف، يحاولون يزعزعون الأمن وما أعرف شنو، يعني خائنين. خائنين، اي نعم، اي اي شعارات كذا. مندسين من دول غربية هم دائما. اي مو نعم، اي يحاولون القضاء على هذا الامن والنعيم والاستقرار اللي نحن اي فيه، يعني اما وحتى طردوا بعض اعضائهم من البرلمان الكردستان، يعني منعوهم من من دخول الحزبين، البرلمان. من الحزبين. اي يعني مثلا اكو من هذا الجيل الجديد برلمانيين اي يداومون ببرلمان كردستان، زين، منعوهم من دخول البرلمان، وحتى بسبب يعني هاي الآراء يعني المعارضة. اي بسبب الآراء المعارضة اي وقنواتهم او اعلامهم او الضغوطات وال يتعرضون للاعتقال، للضرب مرات، ف يعني مو سهلة المسألة مثل ما يعني احنا ننظر اليها. اي فالحريات محدودة جدا جدا، حتى بمنطقة كردستان الحريات محدودة. نعم، يعني إذا هذا اذا يعني تقول الإعلام حرية، مو حقيقي أنه كردستان ديمقراطية والشعب يعبر و... لا آه. لا يعني ما اعتقد، هو شلون مثل ما إيه؟ قلت لك، اذا حريات شلون مثلا إذا ما تقدر تطالب بحقوقك، وإذا تعارض تعتقل، يعني وين الحرية؟ هي مثلا إذا شخص فرضا برلمان يمنعه من دخول البرلمان، يعني وين الحرية؟ الموظف ما عندهم رواتب، أو يعني الأحزاب، يعني مثل العراق، هو مو العراق أحزاب تحكم حاليا، ايه هم اقليم بحزبين رئيسيا فقط، وما يعطون المجال للبقيه. مثلا هذا الجيل الجديد حاول انه يغير نوعا ما، فهم يعني تحت الضغوطات ويحاربوهم
يعني كل إذا تجي على المسألة كلها مرتبطة بالدولة العميقة واللي يحرك هذا الشيء، يعني يظهرون دائما بالصراعات، يعني ما يخلون الناس تستقر. يعني يجيب لك حزب يسوي لك حزب معارض، يجيب لك حكومة معارضة، يعني دائما يخليك بصراع. والإعلام يبث يعني مثلا مسألة الصراعات الموجودة، خلي الناس ينشغلون بالصراعات، الحزب الفلاني كذا ومعرف فلان كذا، حتى يبتعدون عن حقوقهم الأساسية، أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية. فهذه الحريات محدودة جدا جدا. نعم. بس احنا جانيش التغيير. يعني هو كردستان، يعني هو نقول استيقاظ الشعوب، انت هسه مثلا ما جاي، طيب ما جاي ترى خلينا نقول هسه الجيل الجديد عدوا هذا الاستيقاظ، يعني سواء كان يعني من اليزيديين الاكراد العرب، ماكو هذا الاستيقاظ اللي جاي يصير كأنه الناس بدأت توعى تفهم انه احنا كلنا آتين من المصدر من الضوء، هذا الفكر الكوني. ها أستاذ، هو اي يعني المسألة يعني أكو ناس يعني خيرة، أكو ناس اي تحاول تساعد أو تعمل للخير، خلينا نقول، صحيح فدائما موجودة يعني. وخطط السلبية دائما في فشل، نعم هذا يعني ما يعني نعرفه عن أنه السلبية دائما في تراجع لأنها غير حقيقية، اي والحقيقة أنه الخير، السلام، المحبة، امين اي هذه هي الأساسات. فالإنسان مهما يكون في داخله هذا الضوء أو اي صح المحبة أو الإنسانية أو الخير، العطاء، هذا موجود يعني. فمن خلال يعني هذه التغيرات اللي تحدث مثلا الكونية، خلينا نقول اي مثلا فعلا، وهي عميقة. يعني هاي التحركات حقيقة، هاي تحركات الكائنات الإيجابية عميقة جدا، نعم يعني مع هذه تأثيراتها. اي نعم مع هذه التحركات طبعا الأحداث الأرضية هم تتغير، صح البشرية اي جدا على وعي الناس، حتى السياسيين القسم منهم أو اي الحكومات. ف يعني تأثيرها برأيي مستقبلا راح تكون واضحة جدا، اي والناس ممكن تشوف تغيرات بالواقع وتكون صادمة للبعض جدا يعني. اي صح اي فهذا ممكن جدا، ومؤمن تقريبا انه يعني خلال الفترات القادمة هذه الأحداث كلها تتغير لأنها مفبركة مفبركة مو حقيقية، اي ما فيها اي أي صحة. اي نعم، فهذه الفبركات في انكشاف، والخدع والمحاولة التقسيمات العميقة اللي يحاولون زرعها بين المجتمعات، أو حتى يحافظون على تواجدهم قسم منهم السلبيين. فباعتقادي هؤلاء الخيرين خلال نشر هذه العلوم هم راح تكون، ونشر هذه الحقائق راح تساعد، لأن خلال نقاشنا الحالي قبل ما كنا مثلا، قبل ما كان اكو هذه الحقائق العميقة، انه اي السلبية في تراجع وانسحابها من حتى المجرة ومن الارض، وشرح الدولة العميقة، هذا بين. هذا حاليا الصورة واضحة جدا، اي واضحه اي اذا
إذا تحرك شيء معين في منطقة معينة نعرفه يعني. بدأت الناس تعتقد تعرف الآن، تفهم اللعبة. تفهم أنه من وراء هذه المسألة من تخدم أسبابها، تأثيراتها على المجتمع، على الشخص، على المنطقة. فمثلا إذا يصير شيء معين مثل داعش، الناس ما راح تنخدع مثل قبل. أبداً. إيه إيه، فهم انكشفوا اللعبة مالتهم ووضحت للناس هذه الحقائق، وراح توضح أكثر. راح تكون يعني مثلا تباحثنا بهذا الموضوع، موضوع سنجار وسقوط سنجار. يعني إذا نلاحظ يوميا تطلع معلومات أكثر. إيه أكثر. إيه نعم أستاذ، فهذا هم صح، دليل على أنه في انكشافات أعمق راح تصير. و جدا، اي فعلا، إيه ف... وصادمة. اي إيه نعم، فهذا دليل على أنه التغيرات الواضحة على الأرض، اي يعني كشف المعلومات شيء جدا مهم. جدا، اي فعلا، إيه، إيه. فهذا دليل على أن التغيرات والمنطقة والوعي يتغير. نعم طيب، هو هاي بعد هي هاي دروس داعش وهاي الصفقات وهاي الأمور، هل أنت باعتقادك السياسيين بالعراق سواء من الأكراد أو من العرب من الطرفين أيضا باعتقادك قسم منهم تغيروا، يعني ممكن نقول غيروا الفكر السلبي باعتقادك أنت كيف من خبراتك، يعني من كل هاي بس الدروس؟ طبعا أي هو أو ممكن تندموا؟ أي أكيد أكيد. فالسياسي لفترة أي 2014 قسم أي منهم مثلا تعاون أو كان له يد، أو يعني أكيد راح متورط أو يندم اضطر. أي ومتورط. أي، والشيء الآخر حتى السياسيين يملون، يعني ملوا من صح، هذا الخضاع أي والفبركات. صح، يعني مثل ما الدولة العميقة قسم منهم يعني تعبوا. اي وحتى الزواحفيين تعبوا، تعبوا يعني. اي وحتى اي الزواحفيين تعرف اي نعم. حقيقة. اي فهم اكو سياسيين تعبوا من هذا الشيء، اي وموظفين حتى بالحكوميين، خلينا نقول يعني اي من الفساد والفبركات. برأيي الناس يعني هذا تأثير الوعي أو اي تأثير الانفتاح الكوني على البشرية عامة. صح، اي أي، فهذا راح يتغير. ونعم، في تغير مستمر. واحنا ايضا من خلال هذا الحوار نقول يعني لكل شخص يزيدي، يا اخي ويا اختي المباركه، اعرف ان الاكوان تحفظ الشعب اليزيدي وتحفظ شعب العراق وتحفظ كل شعوب الارض، واحنا مقبلين على فترات عظيمه، فترات الضوء الكوني هذا وفترات الحب الكوني، وكل واحد يستمع لنا، استلم يا أخي ويا أختي أينما أنت تكون محبة أبدية وخير أبدي، وأيضا نصلي من أجل كل شعوب الشرق الأوسط وكل شعوب العالم وكل حكومات العالم أنها تمتلئ بضوء الأكوان بحب الأكوان. وأشكركم شبابنا على أيضا متابعتكم معنا، الكون العظيم يبارككم جميعا، تقبلوا تحياتنا.